بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. فرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر في كتاب الله لوارث مخصوص، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض الستة المنصوص عليها في القرآن. وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين وفي بعض أحوال الجد والإخوة، فتكون الفروض سبعة. السابع ثبت بالاجتهاد. هذا هو القسم الأول من أقسام المواريث، الإرث بالفرض. والقسم الثاني الإرث بالتعصيب، وهو ما بقي بعد هذه الفروض أنه يعطى للعصبة، يعطى لأقرب العصبة. والعصبة هم أقارب الميت، هم أقارب الميت من جهة أبيه كإخوته وبنيهم وأعمامه وبنيهم، والعصبة هم أقارب الميت، وهم أصول وفروع وحواشي. الأصول مثل الآباء والأجداد، والفروع هم الأبناء وأبناء البنين وإن نزلوا، والحواشي هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. والقسم الثالث من أقسام الميراث ميراث ذوي الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. فما تركه الميت إذا لم يكن له وارث من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، فإنه يذهب لذوي أرحامه من أخواله وخالاته وأجداده من قبل الأم، وهكذا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. هذه أقسام الورثة، وكل قسم تحته أصناف كثيرة. وعلم المواريث علم مهم جدا. الله جل وعلا من حكمته جعل مال الإنسان بعد موته ينتقل إلى ورثته، إلى أقاربه، منظما ومرتبا. تولى الله جل وعلا قسمته بين عباده، وهذا من محاسن هذه الشريعة، حيث إن أموال الإنسان التي تعب فيها في حياته إذا مات عنها لا تذهب هدرا أو يتلاعب بها، وإنما تذهب إلى ورثته لينتفعوا بها، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي مر بنا قريبا: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فإذا علم الإنسان أن ماله سيؤول إلى ورثته وأقاربه اطمأنت نفسه ونشط في جمع المال، لأنه يعلم أنه ينتفع به ما دام حيا، وإذا مات فإنه يذهب إلى أقاربه ويناله الأجر بذلك، حيث يغنيهم عن تكفف الناس. وكانوا في الجاهلية يتلاعبون بأموال الأموات، لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء. الله جل وعلا أبطل هذا وجعل للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فأبطل ما كانت عليه الجاهلية من التلاعب بأموال الميت، وورث الصبيان وورث النساء لأنهم أحق بالميراث، لأنهم ضعفة، هم بحاجة إلى المال أكثر من حاجة الرجال الأقوياء. وعلم المواريث علم جليل يحتاج إلى دراسة وإلى عناية وإلى تطبيق، لأنه علم رياضي يعتمد على رياضة العقول، ما يكفي فيه القراءة والمطالعة ولا يكفي فيه الحفظ، بل لا بد من التطبيق، لا بد من التمرين عليه بالأمثلة وما يسمى بالقسمة. وكان العلماء يعتنون بهذا العلم عناية تامة، كانوا يدرسونه تدريسا دقيقا ويمرنون الطلاب عليه بالأمثلة حتى يرسخ ويثبت في أفهامهم. كانوا يجعلون يوما للقراءة ويوم والشرح ويوما للتمرين والتطبيق حتى يرسخ هذا العلم، وحتى يعرف طالب العلم كيف ينفذه كيف يطبقه. وهذا لا شك يحتاج إلى صبر لأنه صعب، يحتاج إلى عناية ودقة، ما يؤخذ بالعفو والراحة، إنما يؤخذ بالتعب. مثل النحو، النحو أيضا علم رياضي، رياضة الأفكار والعقول. النحو ما يكفي فيه أنك تقرأ وأنك تطالع، وأن لابد من التمرين على الإعراب، لابد من التمرين على الإعراب، معرفة الفاعل والمفعول والحال والمرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم من الأسماء والأفعال. هذه أبواب تحتاج إلى عناية وتمرين، تطبيق بالأمثلة والإعراب. كانوا يفعلون فيه كما يفعلون في المواريث، يوم درس وشرح ويوم تمرين تطبيق بالإعراب. والآن العلمان، علم المواريث وعلم النحو، عفى عليهما الزمن إلا ما شاء الله، لأن الشباب لا يحبون التعب ولا يصبرون على المشقة، فلذلك تركوا هذا العلم، يبون يأخذونه عفوا وما يطيعه. لابد من أنه يؤخذ بالطريقة المعروفة، تحتاج إلى صبر وإلى مران وإلى دقة فهم. وينسى أيضا، حتى لو فهمته ولم تتعاهده تنساه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينزع من العلم من هذه الأمة هو علم المواريث، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. لأن الناس ينشغلون بالراحة والرفاهية والملهيات، ولا يبون التعب ولا يبون المشقة ولا يبون في العلم وطلب العلم، ما يبون هذا، يبون شيء جاهز على طول يأخذونه. وأما شيء يحتاج إلى مران ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تطبيقات ويحتاج إلى مذاكرة، هذا صعب عليهم، ما يريدون هذا. وقد جربنا هذا في هذا المسجد، درسناه فترة ولا وجدنا من يتعاون معنا من الطلاب، نشرح وإذا سألناهم إلى ما كأنه شرح ولا كأنه مر عليه. فلما رأينا هذا ما في فائدة، نلقي علم على جدران لا يصبح، أو على سواري، ما يحصل هذا إلا بتعب وإلا بصبر ومشقة. اللي ما يقدم على هذا ما هم حصل علم المواريث، ولا محصل علم النحو، ولا محصل علم الحساب. علم الحساب أيضا علم الرياضي، ما يثبت إلا بالتطبيقات والتمارين والحلول. هذه أمور تحتاج إلى عناية، إلى صبر، ما هو محاضرة تلقى ما ينفع فيه المحاضرة، هذا علم تطبيقي لازم أنه
يثبت بالأمثلة والحل والتطبيق، بيان الحل الصحيح والحل الخطأ، مثل ما هو في الحساب، مثل ما هو في الحساب في المدارس. المدرس يعطي الطلاب أمثلة من الحساب يحلونها، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. كذلك علم المواريث يحتاج إلى تمرين ورياضة فكرية، وعلم النحو يحتاج أيضا إلى رياضة فكرية. الآن هذان العلمان تقريبا عفى عليهما الزمن، فلا تجد النحوي ولا تجد الفرضي، وهذه من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة. فالحقيقة أن هذا علم مهم، لكن ما يكفي فيه المطالعة والحفظ والمحاضرات، ما تكفي، لازم من التمرين بالأمثلة وتحليل الأمثلة وتكرار هذا، ولا حتى لو أتقنت وغفلت عنه راح تنساه سريع، فهذا يحتاج إلى عناية تامة. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم، هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسلك في توزيع المواريث. نحن ذكرنا أن الورثة على قسمين: أصحاب فروض وعصبات. فيبدأ بأصحاب الفروض، يعطون فروضهم أولا، ثم إن بقي شيء فهو للعصبة، الأقرب فالأقرب، والعاصب هو القريب الذي يرث بلا تقدير. إن بقي من الفروض شيء أخذه، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض أخذ المال كله، هذا هو العاصب. العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط وليس له شيء. وهذا ما يدل عليه هذا الحديث: ألحقوا الفرائض بأهله، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم من النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فإن بقي شيء من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم فهو لأقرب رجل ذكر، أقرب عاصب. والأقرب الأبناء ثم بنوهم ثم الآباء ثم الأجداد من قبل الأب، ثم الإخوة بنوهم ثم الأعمام وبنوهم، وهكذا أقرب رجل ذكر. أليس الرجل هو الذكر؟ لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل ذكر؟ لئلا يتوهم أنه يقصد بذلك الرجل البالغ، فقوله ذكر يشمل الصغير والكبير، لئلا يتوهم من قوله رجل أنه يقصد ما البالغ فقط، فرفع صلى الله عليه وسلم هذا التوهم بقوله ذكر لأولى رجل ذكر. ودل هذا الحديث على أنه يبدأ بأصحاب الفروض، يعطون فروضهم كاملة، ثم إذا بقي شيء فهو للعصبة. ثانيا، دل الحديث على أن العصبة يبدأ بالأقرب إلى الميت فالأقرب. نعم. أحسن لك. وفي رواية: يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، على كتاب الله، كما ذكر الله، كما ذكر الله من الفروض في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الأولاد رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء، يعني ما في رجال، ما فيها ذكور من الأولاد، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف، فلها النصف.
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال يعني بيّن ميراث الزوجين بعضهما من بعض، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ليس له أب ولا أم ولا ولد، ليس له ولد ولا والد، إن كان رجل يورث كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت يعني من الأم، ولكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك يعني الإخوة لأم أكثر من واحد، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا في ميراث الإخوة لأم من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم قال في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا تفسير للكلالة الواردة في أول السورة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، من هو الكلالة؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد. وجاء أيضا في عن أبي بكر الصديق وعن جمع كثير من العلماء أنه أيضا من لا والد له، الكلالة من لا ولد له، هذا بنص الآية، ولا والد له هذا بالإجماع، ذلك لأن الإخوة لا يرثون مع الأب، فلو كان الأب موجودا ما صار للإخوة شيء، دل على أنه أيضا من لا والد له. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الشقيقة يعني أو الأخت لأب، لأنه ذكر في أول السورة الإخوة لأم، وذكر في آخرها الإخوة للأبوين أو الإخوة لأب، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، هذا بالتعصيب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهذا ما قلنا إن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وهو يرثها يعني يأخذ جميع مالها مال أخته إذا لم يكن لها ولد ولا والد كما ذكرنا، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين يعني الأخوات ثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. سبق في أول السورة أن الأولاد إذا كانوا ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هذه الآية أن الإخوة كذلك إذا كانوا مختلطين من إخوة وأخوات بدرجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، من باب التعصيب مع الغير، تعصيب بالغير، هذا تعصيب بالغير، فالإخوة فالبنت مع أخيها تأخذ ثلث مع أخيها، تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في البنات كما سبق في أول السورة للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نعم أحسن الله إليك. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لخص علم الفرائض في هذا الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فهو لخص علم الفرائض في هذا الحديث. نعم أحسن الله إليك. وتشرح هذا الحديث لو شرح شرحا وافيا لظهر الفرائض من أولها إلى آخره. نعم أحسن الله إليك.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، هذا الحديث عن أسامة بن زيد، هذا في بيان موانع الإرث، في بيان مانع من موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فقوله واختلاف دين هو موضوع هذا الحديث، إذا اختلف الدين بين القريب وقريبه فلا توارث بينهما، فلا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر، لأن الله قطع الموالاة بينهما، والتوارث من الموالاة، فلا محبة ولا تعاون ولا تناصر ولا توارث بين مسلم وكافر. الكفار بعضهم أولياء بعض، والمسلمون بعضهم أولياء بعض، وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فحديث أسامة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما في حجة الوداع قيل له: أتنزل في دارك غدا؟ يعني دارك اللي في مكة، دارك التي في مكة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، ظنوا أنه سيعود إلى داره صلى الله عليه وسلم، فقال: وهل ترك لنا عقيل، يعني عقيل بن أبي طالب، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وذلك لأن دار هاشم ابن عبد مناف استولى عليها أبو طالب، استولى عليها أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تربى عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توفي أبو طالب، توفي أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كافرا، مات على الكفر، وورثه ابناه عقيل وطالب، لأنهما لم يسلما كافران، ولم يرثه علي ابن أبي طالب ولا جعفر ابن أبي طالب، لأنهما مسلمان. ودار الرسول صلى الله عليه وسلم راحت مع دار هاشم، راحت لأبي طالب، وورثه أبناؤه الكفرة ولم يرثه أبناؤه المسلمون. هذا دليل على أن المسلم لا يرث الكافر. وصرح في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا بفرض ولا بتعصيب، لأن الله قطع الموالاة بينهما، فميراث الكافر للكفار وميراث المسلم للمسلمين من أقاربه. نعم، فهذا فيه دليل على مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الملة بين الوارث والمورث، أنه يمنع من الميراث، فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا معنى قول الناظم: اختلاف ديني. نعم، أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم، الولاء هو عصوبة، الولاء نوع من أنواع التعصيب، لأن عرفنا أن الإرث إما يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، والعصبة إما أن يكون عصبة بالنسب وإما أن يكون عصبة بالسبب، والسبب هو العتق. فإذا أعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء، بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإن ماله يذهب إلى سيده، إلى المعتق، لأنه عاصب له من العصبة. فالولاء نوع من أنواع التعصيب، نوع من أنواع التعصيب. فإذا مات العتيق
وليس له وارث من أقاربه فإنما له لمعتقه بالولاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن أعتق، جعل الولاء أي التعصيب لمن أعتق، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. والأكثر أن العصبة بالنفس ذكور، ليس فيهم إناث إلا واحدة وهي المعتقة، فالمعتقة تكون عصبة بالنفس فقط، وأما بقية النساء فلا. ولهذا يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، تعصيب لمن أعتق سواء كان ذكرا أو أنثى. ولحديث عائشة في قصة بريرة كما سيأتي، فالولاء للمعتق. هذا الولاء لا يجوز التنازل عنه بالهبة، لا تعطيه لأحد ولا تبيعه على أحد، تقول أنا لي الولاء على هذا العتيق أبيعه عليك، ما يجوز هذا، أو أهبه لك، ما يجوز هذا. مثل النسب، الولاء مثل النسب، كما أنك لا تبيع نسبك ولا تعطيه لأحد، كذلك الولاء ما يجوز التنازل عنه لأحد، أو بيعه على أحد، أو هبته لأحد. لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن يورث به، لا يورث ولكن يورث به. هذا هو الولاء. أعد الحديث. صلى الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا هو الولاء مثل النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به مثل النسب تماما، وهو التعصيب الذي سببه العتق. لما من المالك على مملوكه بالعتق شكر الله له ذلك، فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه، جعل له الولاء عليه في مقابل اعتاقه، من باب الشكر له. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر أن من فضائل بريرة هذه المسائل الثلاث التي شرعت بسببها. وبريرة كانت مملوكة ومزوجة بمملوك، فأعتقت كما سبق لكم في حديث عائشة أنها اشترتها ممن كاتبوها واعتقتها، فصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. لكن الشاهد الآن أنها لما أسلمت وزوجها لم يسلم، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لما اعتقت، هم كلهم مسلمون، لكن لما اعتقت وزوجها لم يعتق، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن إذا كان كل من الزوجين مملوكا وعتق أحدهما ولم يعتق الآخر، أن المرأة تخير، فإن شاءت تبقى مع مملوك وإن شاءت تفسخ، لأنها حرة وهو رقيق، حرة وهو رقيق.
فهذا من فوائد من الفوائد التي حصلت بسبب بريرة، أن المملوكة إذا اعتقت وهي تحت مملوك أنها تخير بين البقاء معه وهو مملوك أو أنها تختار نفسها، فاختارت نفسها. هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي نزل بسبب بريرة رضي الله عنها. الثاني، أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الصدقة، لكن لو تصدق على أحد، لو تصدق على أحد ممن تحل له الصدقة فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منها جاز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدر يطبخ فيه لحم وطلب الطعام فأتوه بطعام ليس فيه لحم، فيه خبز وأدم من أدم البيت ولم يرى اللحم مع أنه يرى القدر وهو يطبخ، فسألهم لماذا لم يأتوا له بلحم، قالوا إنه صدقة تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة فأهدي لنا، أهدت لنا منه. قال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية، كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، كان تحرم عليه الصدقة وتحل له الهدية. فقال إن يعني بيّن حكما شرعيا، وهو أن من لا تحل له الصدقة إذا أهدى إليه من تصدق عليه أو صنع له طعاما من هذه الصدقة أنه يحل له ذلك، لأن الصدقة إنما تكون على الأول، وأما الثاني فتكون هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية، قال هي لها صدقة ولنا هدية، فبين صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا بسبب هذه المرأة، سبب بريرة رضي الله عنها. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، في قصتها التي مرت بكم أن أسيادها كاتبوها، اشترت نفسها منهم بأموال، بمال تدفعه لهم وتعتق، شرت نفسها بذلك، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين بها على أداء دينها، فقالت عائشة إن شاءوا عددت لهم ما لهم ويكون ولاؤك لي، فعرضت عليهم فأبوا أن يبيعوها على عائشة ويكون ولاءها لعائشة، يبون الولاء لهم، قالوا نعم نبيعها على عائشة ولكن الولاء يكون لنا وليس لعائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، فدل على أنه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق، لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق، لأنه لحمة كلحمة النسب كما سبق، الولاء لمن أعتق. وهذا مر بكم في باب الشروط في البيع، مر بكم هذا الحديث، إن كان لم تنسوا مر بكم هذا الحديث بطوله، ولكن جاء هنا بمسألة الولاء في كتاب الفرائض، لأن الولاء كما سمعتم من أقسام التعصيب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. قالوا إن حديث بريرة فيه أحكام كثيرة، لكن عائشة ذكرت أهمها، وإلا حديث بريرة فيه فوائد عظيمة صنف فيها العلماء. نعم. كان في بريرة ثلاث سنن. نعم. خيرت على زوجها حين عتقت، هذه واحدة، أن 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 المملوكة تحت المملوك إذا اعتقت فإنها تخير أن تبقى معه أو أن تختار نفسها، هذه مسألة، هذا حكم شرعي. نعم. وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، برمة القدر يعني. نعم. فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني ولم يؤت بلحم مع أنه يرى اللحم،
نعم. فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ نعم. فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة. أظنوا أنه يحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صدقة. نعم. ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، لأنه تحرم عليه الصدقة. نعم. فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. نعم. هي ما تصدقت به على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أهدته، وإنما أهدته، والرسول تحل له الهدية عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حكم شرعي مهم جدا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن مثلا أنت غني ما تحل لك الزكاة، أنت غني ما تحل لك الزكاة، جيت ضيفا عند واحد فقير أعطي من الزكاة وصنع لك طعام من الزكاة، يجوز لك تأكل منه، يجوز لك أنك تأكل منه، لأنه عليه صدقة ولك ضيافة، ضيافة أو دعوة. فهذا من فروع هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أن الفقير أعطي الزكاة فأهداها لك، يجوز هذا، أنت غني ما تحل لك الزكاة، لكن أعطي فقير من الفقراء زكاة فأهدى لك منها، يحل لك هذا، لأنه بالنسبة لك هدية، والغني يجوز أنه يأخذ الهدية. نعم. أحسن الله لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وهذا فيه هذه المسألة الثالثة، أنه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق، شرط الولاء لغير المعتق، لأن أسياد بريرة وافقوا على بيعها من عائشة واستثنوا الولاء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال الولاء لمن أعتق، ولا يجوز اشتراطه لأحد غير المعتق، لأن هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى، الله جعل الولاء لمن أعتق، لا يجوز صرفه لغيره، ولا يجوز هبته ولا بيعه كما سبق. نعم. كتاب النكاح. نعم. النكاح الاختلاط، النكاح في اللغة الاختلاط، والمراد به الشرع قيل العقد، قيل العقد وقيل الوطء، كلاهما يسمى نكاح، الوطء يسمى نكاحا والعقد يسمى نكاحا، ولكن يغلب إطلاقه على العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. شوف، قال نكحتم ثم قابل من قبل أن تمسوهن، فدل على أن النكاح يطلق على العقد، يطلق على العقد. فالمراد بالنكاح العقد، وهو الإيجاب والقبول، الإيجاب الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج، هذا العقد، عقد النكاح. ويطلق ويراد به، ويراد به الوطء، يسمى الوطء نكاحا. واختلفوا هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو العكس، هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أو هذا ما له داعي، كله ما له داعي. المهم أن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، وإطلاقه على العقد أكثر. والنكاح في الإسلام له أهمية عظيمة لما فيه من المصالح العظيمة. أولا أن فيه إعفافا للفرج، فيه إعفافا للفرج وكفا للبصر عما حرم الله. وثانيا فيه تأسيس أسرة، تأسيس البيوت، البيوت تقوم على الزواج، فالزوج ينفق والمرأة تعمل في البيت ويتكون. والله جعل النساء، جعل النساء يعني راحة للرجال وسكن للرجال، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل منها زوجها يسكن إليها. فأنت لو بقيت في بيت ولا عندك زوجة ما تستقر ولا ينشرح صدرك
لكن إذا كان فيه زوجة تطمئن ويشرح صدرك وتستانس هذا شيء واضح، ففيه السكن، فالمرأة تسكن إلى زوجها ورا الزوج يسكن إلى امرأته وتسكن إليها. ثالثا فيه النسل، فيه حصول النسل الذي هو مطلوب للأمة، أن يتناسلوا وأن يكثر عدد المسلمين، فلو لم يكن هناك زواج ما انقطع النسل، إنه ينقطع النسل. ولو كان المسألة سفاح وزنا ما تكون أسر ولا تكون ذرية ولا تكون، وأولاد الزنا يضيعون يصير لقطة وليس لهم آباء ولا نسب. فالنكاح فيه المصالح، فيه حفظ الأنساب، وفيه إعفاف الفروج، وفيه السكن بين الزوجين، وفيه قضاء الشهوة التي لو لم يضعها في النكاح المباح لوضعها في الحرام، لوضعها في الحرام، لأن الشهوة تغلب على الإنسان. من رحمة الله أن جعل لها مصرفا شرعيا ومصرفا مفيدا للشخص وللأمة أيضا، بدل أن تضيع هذه النطفة، تضيع إذا حفظت صار فيها فوائد عظيمة للأمة، وإذا ضيعت صار فيها ضررا كبيرا. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا والعياذ بالله هو فيه قضاء شهوة لكن فيه أضرار. أولا أنه حرام، استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل، وثانيا فيه ضياع العفة والكرامة الإنسانية، وثالثا فيه ضياع الأنساب واختلاط الأنساب، فلا يعرف إن فلان ابن لفلان، ما يدرى. المرأة يطأها عدة رجال ولا يدرى الولد هذا لمن، تختلط الأنساب، ويحصل بذلك الضرر العظيم على المجتمع. وأنتم تدركون ماذا يكون على اللقطة من النقص ومن الخجل في المجتمع، تعرفون هذا ولا لا؟ تعرفون الآن اللقطة المساكين ماذا يلاقون في المجتمع من الإهانة ومن انكسار النفس ومن احتقار الناس لهم، والسبب في هذا هو هذا الخبيث الذي ضيع هذه النطفة في غير محلها، فجنى على نفسه وجنى على المولود وجنى على المجتمع. وثالثا أن الزنا والعياذ بالله يسبب الأمراض الخطرة التي ليس لها علاج. أنتم تسمعون الآن عن مرض الإيدز اللي هو فقد المناعة، وماذا يجر على الناس وكم يموت فيه من الآن، يقولون يموت فيه مئات الألوف والعياذ بالله في هذا المرض الذي هو نتيجة وضع النطفة في غير موضعها الشرعي، إما بالزنا وإما باللواط، فيحصل من ذلك هذا المرض الخبيث الذي ليس له علاج، نقمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في الغرب ما فيه مانع عندهم من السفاح، يسافح الإنسان وتسافح المرأة، يسافح الرجل ويسافح المرأة، فإذا أرادوا ذرية يتزوجوا، أما ما داموا ما يريدون ذرية ما في مانع عندهم إنه يسافح الرجل والمرأة، لكن إذا أراد ذرية ونسب أو يتزوج عندهم. هذا مجتمع، هذا أحط من البهائم والعياذ بالله، هذا أحط من البهائم. بل إن النصارى حرموا تعدد الزوجات، تحرموا تعدد الزوجات وقصروها على زوجة واحد، وحرموا الطلاق أيضا، حرموا الطلاق، قالوا ما يطلق أبدا إلا إذا شاهدها تزني إنه له أن يطلق، أما لو طلقها بغير ذلك فإنهم يلزمونه بها ولو هم طلق. فاضطروا إلى الزنا والعياذ بالله، إذا إنه أخذ امرأة والمرأة مرضت ولا كبرت ولا صارت ما تصبح، أو أن نفسه أيضا أنفت منها
وهو ملزم بها ولا يجوز له يطلقها، ماذا يعمل؟ وفيه شهوة قوية، يروح للسفاح، ما عندهم مانع، يقولون سافح ولا تطلق، سافح ولا تطلق. فالسفاح عندهم أهون من الطلاق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وجعله حلا ناجحا عند الحاجة إليه، هم حرموه. فهذه أمور تبين لكم حكمة الشارع في هذا النكاح وما فيه من المصالح، ما فيه من الخيرات للمجتمع، وما في تركه أو منعه من الأضرار العظيمة على المجتمع. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم، هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب؟ لأن الشهوة فيهم أقوى من الكبار، فهم على خطر من غلمة الشباب، فعليهم أن يبادروا بصرف هذه الشهوة المصرف الشرعي لئلا تجرهم إلى الفساد. يا معشر الشباب، والشباب يقولون من البلوغ إلى سن الثلاثين هذا يسمى شاب، ومن الثلاثين إلى الأربعين يسمى كهل، ومن الأربعين فما فوق يسمى شيخا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب وهم من في سن الثلاثين فأقل على الزواج، لأنهم في هذه المرحلة أخطر ما يكون من مراحل العمر لقوة الشهوة فيهم، لئلا تغلبهم إلى الحرام. فإذا وضعوها في النكاح الصحيح أمنوا من شرها. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. ما هي الباءة؟ الباءة المراد بها مؤونة النكاح من مهر وبيت ومسكن وغير ذلك، لأن النكاح يحتاج إلى استعداد مالي. من استطاع منكم الباءة، أي كلف الزواج فليتزوج، فإنه أي الزواج بين صلى الله عليه وسلم مصالحه، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالذي يتزوج يكتفي بالحلال ولا يناظر للنساء، ولا يناظر، ما يروح بصره إلى النساء، لأن عنده ما يكفي، وشهوته انسحبت أو ضعفت، فلا يتابع النساء ويروح يغازل النساء وفي الأسواق بل يبقى مع زوجته، زوجته تعفه وتغض بصره عن التطلع إلى النساء، لأن الله أغناه بالحلال عن الحرام، فإنه أغض للبصر. والبصر خطير، لهذا قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالبصر فيه خطورة عظيمة، إذا لم يغضه الإنسان فإنه يزرع في قلبه الشهوة من المناظر الفاتنة، يزرع الشهوة في قلبه. والشاعر يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. هو سهم مسموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من أطلقه وين يروح السهم هذا؟ يرجع إلى قلبه،
يرجع إلى قلبه فيطعنه في قلبه والعياذ بالله. فالنظر يورث الشهوة ويورث الفتنة، فيغض الشاب بصره، يبادر بالزواج لأنه يعين على غض البصر الذي أمر الله به، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الزواج يعين على غض البصر وأحصن للفرج، أحصن يحصن الفرج، والحصن معروف هو ما يمنع، الحصن هو ما يمنع من المحذور، فالزواج يحصن الفرج من الفاحشة. حصن مثل حصن مثل الحصون التي تقي الناس من عدوهم يتحصنون فيها، فالمسلم يتحصن بالزواج من الفاحشة كما يتحصن الناس من الحرب في الحصون التي تمنع عنهم عدوهم. وأحصنوا للفرج. والذي لا يستطيع الزواج ماذا يعمل؟ يصوم، يستعمل الصيام، لأن الشهوة تنتج عن الانبساط في الأكل والشرب، فإذا صام الإنسان ضعفت شهوته، لأن الشهوة انكسرت للصيام. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويتسلط مع تناول المآكل والمشارب، ولكنه لا يتسلط على الصائم. الشيطان يبتعد عن الصائم فلا يغريه بالفاحشة. من لم يستطع فعليه بالصوم، هذا حل شرعي، حل شرعي يوجر عليه الإنسان، عبادة، عبادة وتحصن فرجه. ولهذا قال فإنه له وجاء. الوجاء في اللغة هو الخصاء، لأن الخصي ما يبقى فيه شهوة، إذا أزيلت خصيته أو رضت خصيته مثل البهائم، الخصي من البهائم لا يبقى له شهوة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالخصاء في أنه يمنع الشهوة، يمنع الشهوة، هذا من باب التشبيه. أدل هذا الحديث على أن الشباب يتأكد عليهم الزواج إذا استطاعوه، تحصينا لأنفسهم من الوقوع في الفواحش. ودل الحديث على خطورة الشباب، على خطورة فترة الشباب، وأنها فترة خطرة، وأن على الشاب أنه يحفظ نفسه من الانزلاق في الشهوات وأسباب الفتنة، ولا يذهب إلى الأسواق وإلى مجامع النساء، ولا ينظر في الفضائيات التي فيها عري النساء وسفور النساء، لأن هذا يحرك عليه هذه الشهوة فتوقعه في الحرام، يتجنب هذه الأمور. دل الحديث على فوائد النكاح، على فوائد النكاح، وأنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ودل على أن من لا يستطيع النكاح فإنه يستعمل الصيام من أجل أن يضعف شهوته، وهذا علاج، علاج شرعي له، ما يروح يأخذ حبوب اللي تمنع، اللي يسمونها في حبوب، أو الكافور اللي يسمونه الكافور، يقولون إنه يأخر الشهوة أو يقطع الشهوة، هذا لا يجوز. هم مطلوب منك تقطع الشهوة، حرام هذا، ما تأخذ شيء يقطع الشهوة، لأن الشهوة فيها نفع، بقاؤها فيه نفع، فلا تأخذ شيئا يقطع الشهوة منك فبعد ذلك ما تريد النساء أبدا، هذا لا يجوز. ولكن اعمل ما يخفف الشهوة، اعمل ما يخففها ولا تعمل ما يقطعها. والله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أدل على أن الزواج يسبب الغنى، إذا صلحت نية الإنسان تزوج يريد العفاف أعانه الله، وهو من الثلاثة التي حق على الله عونهم، فإذا أراد الزواج لأجل يعف نفسه، وإن كان فقيرا فإن الله يغنيه،
الزواج يأتي بالخير، يأتي بالرزق، لأن الله وعد بذلك، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، عكس ما يقوله دعاة الضلال الآن، يقولون الزواج يلزمك في التزامات، وأنت شاب وتبي تدرس وتبي كذا ومستقبل عمرك، تبي ترتبط بزواج وأولاد، ثم يحذرونه من الزواج، وين يروح إذا كان فيه شهوة؟ يقع في الحرام، وهم يريدون هذا، أعداء الإسلام يريدون هذا، ينفرون من الزواج، ينفرون الشباب من الزواج، يقولون لا تزوج لأن هذا بيلزمك التزامات، وبي يربطك مع عائلة، ويبي إلى آخره، ويلزمك نفقة، فيزهدونه في الزواج. فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء من دعاة الضلال الذين يزهدون في الزواج، وإن كان بعض الجهال أو الأغرار ينخدعون بهذه المقالة ولا يتزوجون. الآن في شباب نفروا من الزواج، والله ما حنا حطين على أنفسنا حمل وكذا، وإن لا نزال شباب، فيقعون في الحرام. ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فالذي لا يجد النكاح يستعفف، ومن يستعفف يعفه الله كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليك. يكفي. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا سائر يقول نقرأ في تراجم بعض العلماء ذكر أنه في بدء حياته قرأ القرآن والفرائض، فهل المراد بالفرائض هذا العلم المعروف الآن؟ إيه نعم، المراد بالفرائض هو علم المواريث. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل ألا يكفي في معرفة المواريث عن طريق الحاسب الآلي الذي سهل على الناس معرفة ذلك واختصر لهم الوقت؟ ما شاء الله، يعني نحول العلم إلى الأدوات والمكاين. من يشغل الحاسب الآلي؟ الحاسب الآلي أداة، ما يشغله إلا عالم، اللي ما هو بعالم ما يستطيع يشغل الحاسب الآلي في المواريث. الحاسب الآلي أداة بيد العالم، أما اللي ما عنده علم ما ينفع الحاسب الآلي، ربما يخزن فيه غلطاً وأخطاءً. ثم إن الاعتماد على هذه الحاسبات والآليات والكمبيوترات هذه بلدت الأفكار، ترف، هذه ترف فكري، بلدت الأفكار، صاروا الناس ما يعرفون إلا بواسطة الآلة. من أول ما فيها آلة ويحسبون أسرع شيء بالحساب، معرفة المواريث يحسبون، حتى ما كانوا يحسبون بالقلم، يحسبون بفكره وبأصابعه، بلحظة يطلع لك المسألة، لأنه يعني يعتمد على ذاكرته وعلى فكره، تفتق الفكر والذهن، وهذا هو المطلوب. أما أنك تقتصر على الآلة ولا يكون في فكرك علم ولا معرفة، فهذا من الضياع. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. وردت أسئلة كثيرة حول وضع درس في الفرائض، وهذا منها يقول نرجو منكم أن تفتح درساً في الفرائض ونحن مستعدون له، وستجد منا ما يسرك إن شاء الله. هذا ما يكفي فيه درس عام مثل الدرس هذا، هذا لازم دروس خاصة وجلسة خاصة، وناس يلتزمون، ما هو بيوم يجون ويوم يروحون ويوم يحل المسألة وأكثر الأيام ما يحل، عجز، هذا ما يصلح. جربناه ما وجدنا عندهم شيء من هذا، لأنه يحتاج إلى صبر مثل ما قلنا، يحتاج إلى مداومة وتحمل، وما هو على استعداد في هذا الزمان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل الأفضل دراسة علم الفرائض على متن الرحبية أو من متن الزاد، لأنه قد يصعب الجمع بينهما؟ يتساعد متن الرحبية ومتن الزاد، يتساعد إن حصل تدرسهم جميعا فهو أحسن،
وإن اتصلت على واحد الرحبية أحسن، الرحبية لأنها نظم، لأنها نظم، والنظم أخف من النثر وأثبت في الذاكرة من النثر. هنا أحسن الله إليك. يقول السائل: قيل إنكم تشرفون على ما يسمى بمؤسسة مكة تقام فيها دورات تعليم وتحفيظ القرآن للنساء، فهل سمعتم بهذه المؤسسة وهل لكم دور في الإشراف عليها؟ هذا السؤال يقول: قيل إنكم تشرفون على ما يسمى بمؤسسة مكة تقام فيها دورات تعليم وتحفيظ القرآن للنساء، فهل سمعتم بهذه المؤسسة وهل لكم دور في الإشراف عليها؟ هذه أول مرة أسمع عنها، هذه أول إنسان أنا مكلف به، أنا ما دريت أو بالرؤية، أنا ما أعرف المؤسسة دي ولا لها صلة. نعم صلى الله عليك. يقول السائل: كيف يكون الولاء بين المرأة؟ نعم. يقول: كيف يكون الولاء بين المرأة وعبدها العتيق أو أمتها العتيقة؟ فأنا لم أفهم مسألة المرأة المعتقة، وما هو البيت المنظوم الذي ذكرته؟ هذا يحتاج يا أخي إلى دراسة، ما يكفي الكلام فيها. أنا قلت لكم الفرائض تحتاج إلى دراسة، ما يكفي فيها الشرح العام هذا، إنما هو توجيه فقط، ولن تفهم من مجرد هذا الدرس هذا. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أن الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لا تحل، فهل أهل النبي صلى الله عليه وسلم موجودون الآن؟ ما قلت أهل النبي، الصدقة حرام على النبي وآل محمد، على آل محمد، على محمد وعلى آل محمد، يعني بني هاشم، على بني هاشم وبني المطلب ابن عمه الذين لم يفارقوه في مناصرته في مكة لما حاصره المشركون في الشعب، صاروا معه، صار بنو المطلب معه، صبروا معه، ولذلك أخذوا حكم بني هاشم، فتحرم عليهم الصدقة عند بعض العلماء، أو البعض الآخر يقول لا، الصدقة إنما تحرم على بني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: هل لكم محاضرة شهرية في منطقة القصيم لكي تعم الفائدة؟ هذا من زمان، فيه القصيم في كل آخر شهر فيه محاضرة وفيه لقاء وفيه. نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يحرم على المرأة النظر إلى الرجال مطلقاً، أو أن تحريم النظر عليها عند خشية الفتنة فقط؟ نظر الشهوة لا يجوز، لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة، أما إذا نظرت إليه بغير شهوة فلا مانع من ذلك، لأن النظر بغير شهوة ما ليس فيه فتنة. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي صفات المرأة الصالحة، وما هو ضابط ذات الدين، وهل البكر أفضل أم الثيب؟ الصالحة هي الملتزمة بأداء الفرائض وترك المحرمات، هي الملتزمة بأداء الفرائض وترك المحرمات، وما زاد عن ذلك من النوافل وترك المكروهات فهو مكمل، هذه هي المرأة الصالحة. وأيضا الصالحة العفيفة في عرضها، مع صلاحها في دينها هي عفيفة في عرضها، هي المرأة الصالحة. وهل إيش؟ يقول: وهل البكر أفضل أم الثيب؟ هذا على حسب الأحوال، على حسب ما يناسب الإنسان. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يتعارض طلب العلم مع الزواج؟ لا يتعارض، بل ربما أنه يعين على الزواج،
لأن الشاب إذا لم يكن متزوجاً ربما تكثر عنده الهواجس والقلق، فإذا تزوج سكن واطمئن وأقبل على طلب العلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم أخذ منشطات الجماع؟ هذا يشاور عليه الأطباء، مسألة أخذ المنشطات على الجماع يشاور الأطباء، إذا كان ما فيه ضرر عند الأطباء فلا فيه مانع، أما إذا كان فيه ضرر فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: والدي يريد أن أتزوج من امرأة أنا لا أريدها ولا أرغب فيها، وهو يريد ذلك لأنها قريبة منه، مع أنه ليس فيها مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، فهل آثم بعدم تطبيق ما يريده؟ على كل حال التوافق مع الوالد وإرضاء الوالد مطلوب مهما أمكن، والتفاهم مع الوالد مهما أمكن، فبإمكانك أنك تقنعه بأنك ما تريد أو تخشى أن ما تصلح الأمور فيما بعد، فلا بد من إقناعه في هذا. أما المنازعة وهو يريد كذا وأن تقول لا، هذا ما تصلح به الأمور، لازم من التفاهم، لازم من إقناعه في هذا الشيء وتطيب خاطره، وهو ما يريد لك إلا الخير، ما يريد لك والدك ما يريد لك إلا الخير، فإذا بيّنت له وتفاهمت معه فلا شك أنه سيقتنع بإذن الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجب على الوالد تزويج ابنه إذا كان الوالد مقتدر والولد طالب؟ إذا كان الولد لا يستطيع يتزوج فعلى والده أن يزوجه إذا خاف عليه الفتن، يجب عليه ذلك، لأن هذا من النفقة، هذا من النفقة الواجبة للولد على والده. أما إذا كان الولد يستطيع يتزوج فليس له على والده حق. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أسرة فقيرة تحل لهم الصدقة، وأمهم من الذين لا تحل لهم الصدقة، فماذا تفعل هذه الأم؟ أسرة إيش؟ يقول: أسرة فقيرة تحل لهم الصدقة. نعم. وأمهم من الذين لا تحل لهم الصدقة، ماذا تفعل هذه الأم؟ هل تأكل من طعام الصدقة والزكاة الذي يرسل إليهم من الناس؟ إذا كانت لا تحل لها الصدقة من جهة النسب لكونها من بني هاشم، كونها من بني هاشم، فإنها لا تأكل من الصدقة، لكن تضع نصيبها من النفقة مع أولادها، تضع نصيبها من النفقة مع أولادها، ما فيه بانع من المشاركة أن تضع، أما أنها تأكل من ولا تضع هي شيء هذا لا يحل لها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يوجد عندنا مطعم يوضع فيه الكافور في إحدى الجامعات لكي يحفظون على الشباب أو لكي يخففون على الشباب الشهوة، فما الحكم في الأكل من هذا الطعام؟ لا يجوز هذا، هذه ربما أنها دسيسة من الأعداء، يريدون أن يقطعوا نسل المسلمين، فلا تأكلوا من هذا الطعام الذي دس فيه هذه المادة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كانوا جادين في يعني في مصلحة الشباب يعزلون النساء عن الرجال، ما يخلون الدراسة مختلطة ويعطون الشباب كافور، هذه جريمتان، جريمة الاختلاط وجريمة قطع النسل، هذا لا يجوز لهم. إذا كانوا جادين يجعلون النساء على حدة في مدرسة لحالهم يدرسهم النساء، ويجعلون الشباب على حدة يدرسهم رجال، هذا هو الحل الشرعي. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يصح البيع والشراء من الأعمى، وهل يجب وصف السلعة له؟ الأعمى في الغالب أحذق من المبصر، فالأعمى يعرف باللمس والشم، يعرف باللمس والشم وهو أحذق من المبصر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا انتفع صاحب اللقطة بما وجد كضالة الغنم ثم جاء طالبها، فهل تقوم القيمة وقت التقاطها أم وقت تسليمها له؟ وقت التقاطها، ما تسوى وقت التقاطها، نعم، لأنه هو الوقت الذي أتلفها فيه وذبحها، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة بيع الأغنام عن طريق الهاتف، حيث إنه يتصل مشتري بصاحب الغنم ويشتري منه الذبيحة بالوصف دون معاينة، ثم يراها مذبوحة جاهزة ولا يراها إلا في القدر. هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كان أنه وصفها له بما يكفي في السلم، وصفها له بما يكفي في السلم وصف منضبط، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت ما تنضبط فلا بد من الرؤية، لا بد أنه يراها المشتري، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: استيقظت من النوم وأنا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت. نعم. يقول: استيقظت من النوم وأنا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت، لو انتظرت إلى حين تسخين الماء فهل لي أن أتيمم؟ لا، إذا كان عندك ما يسخن الماء فلا بد تسخن الماء ولو خرج الوقت، ولا تتيمم، لأن الماء موجود، والله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أنت واجد للماء لكنه بارد، سخنه ولو خرج الوقت. وبعض العلماء يقول بالعكس، يقول لا، ما تخلي الوقت يخرج، بل تتيمم وتصلي، ولكن الأول أقرب إلى معنى الآية، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا متزوج ولدي أطفال ولله الحمد، وأرغب بالتعدد، ولكني أخاف من العجز عن النفقة، وكذلك أخاف من تشتيت أبنائي بطلب زوجتي الطلاق، فهل أتوكل على الله وأقدم على الزواج؟ أما السبب الثاني وهو الخوف من الزوجة، هذا لا يمنعك من الزواج، بل توكل على الله وتزوج. أما السبب الأول وهو أنك ما تخشى أنك ما تقدر على النفقة، هذا لا يجوز لك تتزوج. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، لا بد من العدل في النفقة، والعدل في المسكن، والعدل في الكسوة، والعدل في المبيت، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أرجو منك أن تعرض هذا السؤال على شيخنا الشيخ صالح لأهميته وعدم تجاهله. السؤال يقول: هل يرى فضيلتكم أن التحدث عن أخطاء ولاة الأمر عن عبر شبكة الأنترنت والقنوات الفضائية وفي غيرها مما يخدم أعداء الله من اليهود والنصارى والعلمانيين، وأن هذه الطريقة هي طريقة المنافقين في إشاعة الفتن والاختلاف بين ولاة الأمر والرعية، أفتونا مأجورين؟ الجواب في السؤال، السؤال اشتمل على الجواب. لا يجوز إشاعة الفتنة بين المسلمين وسب ولاة الأمور وسب العلماء، لأن هذا يفرق الجماعة، وهذه طريقة الخوارج. وما حصلت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه إلا بمثل هذا، لما تكلموا في الوالي وجاء الخبيث هذا بن سبأ وصار يتجول ويتشمع عليه الشباب وينفث فيهم هذه السموم، انتهى الأمر بالفاجعة على المسلمين. فلا يتساهل في هذا الأمر أبداً، ويحذر من هذا الإنترنت الذي يستخدم لمثل هذه الأمور، لأن هذا مما يزرع الفتنة بين المسلمين، يفرق الجماعة وينشر البغضاء بين الراعي والرعية وبين العلماء والعوام، وهم يريدون يفرقون بين المسلمين. اللي عنده ملاحظة أو عنده نصيحة ما في مانع يبديها بالطرق الصحيحة، بإيصالها إلى أهلها، إيصال النصيحة إلى أهلها،
وليس من النصيحة أنك تجلس في مجلس أو عند مسجل أو عند إنترنت وتنشر ما عندك من الأفكار السيئة والغيبة والنميمة والكلام، ليس هذا من النصيحة، هذا من الفضيحة وهذا من الشر. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول إن هذا سؤال مهم للغاية، يقول فيه: هل الإمام أحمد أجاز فك السحر بالسحر؟ لا أعلم هذا، لا أعلم هذا عنه، ولو قدر إنه قال بهذا فهو يخطئ ويصيب، ولا يجوز فك السحر بسحر، لأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تداووا بحرام، والسحر أعظم الحرام لأنه كفر. وابن مسعود يقول: إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم. فلو قدر أن الإمام أحمد رحمه الله قال بهذا فهذا غلط. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.